الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبائي وأعزائي طلاب الصف الثاني ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات، ودرسين اليوم بعنوان الجمع المتكرر. تذكر معي عزيزي الطالب، 7+7 تساوي كام؟ 14. و6+6 يساوي كام؟ أحسنت يا بطل، يساوي 12. لاحظوا هنا معي كم درجة عندي موجودة؟ يعني عد كده، 1 2 3 4 5، عدينا درجات. طبعا عندي 5 درجات، تمام. قال لك يوجد في كل درجة 2 عجل أو طوائر صغيرة، كم عدد كل الطوائر الصغيرة بتاعت الدراجات؟ لو لاحظت إن إحنا عدينا بالإتنينيات هتلاقي 2 4 10. لو جمعنا عندي 5 درجات، لو جمعنا الخمسة كل مرة 2، يعني كررنا الاتنين 5 مرات في الجمع، هيساوي 2 1 2، عدد الدراجة 2 3 4 5، 5 درجات كل دراجة فيها 2، إذا يصبح الناتج عندي كام؟ 10. كم عدد الكرات الموجودة داخل هذه العلبة الصغيرة؟ لاحظ كده معي، أنا عندي العلبة فيها كام؟ 3 و3، الثانية كمان 3، والثالثة برضه 3. عدينا من داخل العلبة موجودة 3 كرات بتاعة التنس. طيب نعد الكل بقى، يبقى لو عدينا كل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، ال 15 كرة ديت كل كرة متكررة كم مرة؟ 3 مرات، إذا العدد الكل هيساوي كام؟ 15. كم عدد كل الكرات؟ هنا لاحظ معي عندي 3 كرات موجودين، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، هذه الكرات متكررة كم مرة؟ 3 مرات، إذا هذا يسمى جمع متكرر، لأن أنا بكرر الحاجة، يعني الحاجة هنا متكررة في هذا الصندوق 3، وهنا 3، وهنا 3، نكتب 3+3+3، إذا الكرات دي متكررة 3 مرات، تمام؟ هتساوي الناتج هيساوي عدد الكل كام؟ 9. مثال آخر، لاحظ معايا كم عدد الكرات؟ كم كرة موجودة؟ 1 2 3 4 5، كم كرة موجودة؟ 5، إذا الكرات مكررة كم مرة؟ مرتين، يبقى عدد الكل هيساوي 10. مثال آخر، لاحظ معايا كرة السلة، كم كرة موجودة؟ 4، هنا 4، متكررة كم مرة؟ 4 إيه؟ 4 مرات، يبقى عندي متكررين 1 2، كم مجموعة؟ 3 مجموعات، كل مجموعة فيها كام؟ 4، يبقى الناتج هيساوي 12. لو عدينا كل الكرات هيطلع الناتج كام؟ 12. زملائي، ساعدوني في صعود السلم للحصول على الهدية من خلال إجابتكم على الأسئلة الآتية. اتنين زائد اتنين زائد اتنين يساوي 6. أحسنتم. 5+5+5+5 يساوي 20. 3+3 يساوي 4+4+4 يساوي 12. 3+3+3 يساوي 9. أحسنتم يا أبطال. مرحلة المسائل، كون 5 مجموعات متساوية في كل منها 3، يبقى أنا هحط إيه في كل مجموعة؟ 3 مكعبات متكررين 5 مرات، يبقى 3+3+3+3+3
الناتج هيساوي 15. ايضا نكون اربع مجموعات متساويه في عدد العناصر، ونضع في كل منها كام؟ خمس مكعبات. لو عملنا اربع مجموعات في كل مجموعه فيها خمسه، يصبح الناتج عندي كام؟ 20. احسنتم يا ابطال. كان واضح بالرسم 2 زائد 2 زائد 2 ثم اوجد عدد ايه؟ الكل. لاحظت ان انا هعمل ثلاث مجموعات، كل مجموعه مثلا فيها اثنين، سواء نجمتين سواء داخل الدايرتين كرتين، اي شكل من الاشكال بس يكونوا ثنائيات اثنين. فاحنا عملنا دوائر فيها نجوم وعدينا، يبقى اذا ادي ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى وضحناها ادي اثنين، دي المجموعه الاولى فيها اثنين، والمجموعه الثانيه فيها اثنين، والمجموعه الثالثه فيها اثنين، واذا عدينا الكل يصبح الناتج عندي اثنين اربعه كام؟ سته. اذا عندي الناتج الكل كام؟ سته. إلى هنا عايز الطالب نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.